خلينا بقى نخش في الموضوع التاني وهو موضوع الانتخابات الرئاسية. الحقيقة طبعا كتير من حضراتكم يعني كانوا بيسألوا بيقولوا ليه احنا ما عملناش او انا ما عملتش فيديو بخصوص موضوع المقاطعة، انا بأيد بعارض مع ضد. اعتقد انا في خلال الفيديوهات الاخيرة واحنا بنتكلم لما بتيجي السيرة عن موضوع الانتخابات او حتى عن اي مرشح ضد السيسي كنت بنتكلم يبقى واضح يعني ضمنيا ان الموضوع يعني هي تمثيلية والسيسي محتاج تمثيلية بسيناريو جديد مش السيناريو المعتاد اللي هو هنجيب حمدين او نجيب اسمه ايه ده مصطفى ايه مصطفى وندخله وبتاع. فيعني الموضوع لا الموضوع لازم يبقى مختلف المرة دي، وقلنا لده وبالفعل هو اتحرك بشكل على مستوى عالي جدا. عباس كامل بدأ يقعد مع احزاب كتير منهم الحركة المدنية اللي هم بيقعد معاهم علشان يقول لهم هيا يا جماعة هترشحونا مين ضد السيسي. فده طبعا كان واضح والكلام ده احنا قلناه في ساعتها وتم الاعلان عنه بشكل صريح جدا ومحدش يمكن محدش انكره، لكن ده اللي حصل. وبعدين بقى ده المرشحين، مرشح حزب الوفد عبد السناد يماما واحمد طنطاوي. واحنا دلوقتي طبعا لسه بقى الناس في انتظار يعني الزعيم المفخد اللي لسه راجل ما اعلنش، الشعب دلوقتي بيتحايل عليه عشان خاطر ينزل، او يعني المريدي بيتحايلوا علشان خاطر يترشح ويحن عليهم ويترشح علشان خاطر ينقذ مصر من اللي هي فيه. طيب الانتخابات، انا رايي زي ما قلت قبل كده انا راجل شايف ان المقاطعه هي الحل. طيب في حد هنا بيسال بيقول احنا قطعنا لما حصل وقطعنا في 2018 ايه اللي حصل؟ ماشي هقول لك ايه اللي حصل، بس خليني الاول هبدا بقى اطرح السؤال ده، يعني خلينا نسال السؤال المهم او ما انا صح هجاوب على الاجابه اللي حضراتكم منتظرينها مننا يعني وجهه نظري وعلى مستوى الشخصي انا ليه رافض المشاركه. افترض ان انا خلاص انا لغيت علي وحطيته في التلاجة ودلوقتي انا هنزل مصر ويحق لي مثلا يعني ان انا انزل مصر وانتخب، انا دلوقتي هاخد بعضي واقوم رايح للساده اعضاء الحركه المدنيه، لان طبعا هم دول اللي يعني هم دول الناس اللي يتسالوا دلوقتي، لان هي دي الجبهه المكونه دلوقتي وبتتبنى موضوع المشاركه في الانتخابات بقوه وترشيح مرشح واحد. انا هروح لهم هقول لهم انا تمام معاكم انا زي الفل، فين المرشح اللي انتوا، طبعا هدي صوت المرشح اللي هم عايزينه ايا كان مين يعني بغض النظر عن الاسماء. يعني انت اصلا لو جبت لمؤاخذه بطاطسيه مزرعه وحطيتها مكان السيسي الناس هتنتخب البطاطسيه المزرعه عادي جدا، ده معروف يعني غير كلام. فهنشوف مين اللي انتوا تتوافقوا عليه يا جماعه وانا هاجي معاكم، خدوني من ايديا اسحبوني وهاجي هدي صوتي للراجل اللي انتوا بتدوه اجمعتوا عليه. وطبعا اكيد اكيد الراجل ده لو في ناس خرجت بالفعل، الناس دي لو الناس خرجت بالفعل بالملايين الناس دي هتدي للراجل ده مش هيروحوا عشان يدوا السيسي، باستثناء طبعا شويه التساويه والمنتفعين. تمام؟ طيب جينا بقى يوم اعلان النتيجه، وطبعا انت عمال تقول لي ضمانات وتقول لي في قاضي على كل مش عارف على كل صندوق والقضاء موجود وهيبقى في ناس مش عارف ايه من الوكالات الدوليه والعالميه والنمروسيه والكلام ده كله. تمام انا كده انا خلاص انا اشتريت يا باشا وانا شايف ان الموضوع هيبقى فيه نزاهه تامه، خدت بعضي وجيت معاك ورحت اديت صوتي للراجل اللي احنا هنختاره او اللي انتوا هتختاروه وقلتوا لي عليه. تمام وهو بقى وجود قاضي على كل صندوق والدنيا حلوه وتمام وزي الفل والناس كلها راحت وادت الشخص اللي احنا اتفقنا عليه بنسبه مثلا 80-85% والباقي الجماعه التساويه زي الفل، وهوب لنا اعلان النتيجه الفائز السيد مش عارف خليل عبد الفتاح. ها عبد الفتاح خليل سعيد السيسي. ايه بقى؟ انت بقى كحركه مدنيه هتعمل ايه؟ يعني معلش بقى ده سؤال مهم، انت عارف انت هتعمل ايه؟ لو الانتخابات اتزورت ودي راح للسكه دي اصلا. ده بالعكس هو مش عايز الانتخابات تتزور، هو عايز الموضوع يبقى بشكل كرتوني كده. يعني هو مش هيوصلها لدي. بس لو ده حصل والانتخابات اتزورت ورحت ولقيت السيسي هو اللي ناجح بعد الناس ما نزلت والناس ناس حشود غفيره نزلت. اصل انا هقول لك يعني شويه كده بس اصبر عليا لان انا هقول لك انا بقول لك السؤال ده. فهيبقى ايه الحل؟ الحركه المدنيه تعمل ايه؟ هتدافع عن الاصوات ازاي؟ وانت عارف ان في تزوير واكيد هيكون في تزوير. ده طبعا لو الناس خرجت باعداد ودت اصواتها للمرشح اللي هو المعارض للسيسي. ايه اللي انت هتعمله كحركه مدنيه او كراجل دعمت الناس وخدت الناس من بيوتها وخرجتها من بيوتها وقلت لهم يا جماعه يلا انزلوا علشان نسقط السيسي بالانتخابات. هيبقى ايه الحل؟ حد عنده حل؟ طيب اعتقد لو حد جاوبنا على السؤال ده يعني اعتقد محتاجين نناقش الاجابه بتاعت السؤال ده لو حد جاوب عليه. يعني لو في اجابه للسؤال ده فعلا عند الحركه المدنيه قولوا لنا عشان نقدر نناقشه. ممكن يكون في منطقيه.
فتيجي تقول لي هنحمي صوتنا، طب انت تحمي صوتك ازاي اصلا وانت تلحس؟ نرجع بقى يا معلم للسوابق، تعالى نرجع للسوابق. السوابق بتقول ان في 2012 تم انتخاب رئيس جمهورية مدني شارك في الانتخاب اكتر من 25 مليون بني ادم مصري، حصل على اكتر من 13 مليون ماشي. ده طبعا كان مرشح الدكتور مرسي، مرشح الاخوان اللي كان وراه جماعة قوية كانت متوغلة ومتغلغلة في البلد، وكان لها قواعد كبيرة جدا وقواعد جماهيرية كبيرة، والمرشح بتاعهم نجح حق الله تمام. برضو في انتخابات كانت حشيدة والناس نزلت زي ما قلنا 25 مليون بني ادم نزلوا. ايه اللي حصل بعد سنة؟ ايه يا معلم اللي حصل بعد سنة؟ حصل بعد سنة انقلاب عسكري بمشاركة القوى المدنية في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو؟ طيب بعد الانقلاب العسكري جالك الرجل العسكري ركب بقى ودلد رجليه. الجماعة عملت طبعا بقى لنا دلوقتي اكتر من 10 سنين يعني كل سواء بقى اخوان او حتى التيارات الناس او المعارضين المحترمين، مش عايز اقول بس التيارات المدنية بصفة عامة على العموم، لان عشان بس ما تفهمش ان هي الحركة المدنية، وللاسف الحركة المدنية بقت يعني انا اسف يعني اذا كنت قايل ان هي بقت حركة سيئة السمعة، معلش دلوقتي اللي داخل عشان يبقى محلل للسيسي او عايز يبروز الانتخابات الجايه للسيسي، لا يبقى ده مش محتاج ان انا يعني مش محتاج ان انا اجمله. فبعض المعارضين السياسيين وما فيهم جماعه الاخوان المسلمين والتيارات اللي كانت المناهضه للانقلاب العسكري، حتى الان لسه لايصين يا معلم في حزب اسمه مش عارفين ياخدوا حق ولا باطل. هتيجي تقول لي بقى ده مناهضه دوليه، ده مناهضه دوليه يا معلم، انت الدوليه دي كلها اصلا كانوا موافقين على السيسي من اول يوم عمل الانقلاب. فعشان بس ما نقعدش يعني نعشم الناس ونضحك على نفسنا، انت ما فيش اي ضامن ليك لو عملت انتخابات بالصوره اللي انت متخيلها وبدات تحشد الناس. هو السيسي مش عايز غير حشد الناس بس، يعني هو بص هو المشهد كده السيسي مصوره، بس ناقص كام لقطه عشان يكمل الفيلم عشان بس الناس تبقى مستوعبه. عشان ما بنقول كومبارس يا جماعه، عشان بنقول دي بقت مجموعه من الكومبارسات، هو الراجل يا معلم الابطال الحقيقيين موجودين، البطل الحقيقي موجود ومشاهده خلصانه ومتصوره وزي الفل، والنيجاتيف في فرنسا بيتحمض وجالنا يعني حاجه عظيمه قوي 8 مللي والدنيا تبقى زي الفل، فانت ما تقلقوش. بس هو محتاج كام لقطه كده يقوم حاشيهم في الفيلم عشان يطلع في المعلم، عشان ممكن يوديه كام، يوديه اوسكار. فمين بقى اللي هيبقى يعمل اللقطه دي؟ هم حضرتك اللي عملوا اللقطه ديت اللي هي حركه المعارضه او الحركه المدنيه او الكومبارس المدني او الكومبارسات المدنيين اللي يخشوا ضد السيسي. عايزين الناس تخرج تحشد وتبقى انت خارج بقلب جامد بقى وعرقان وبتاع ورايح تدي صوتك وبلد وديمقراطيه وحدوته كبيره. فاللي هيحصل بعد كده يا معلم بعد ما ده يتلحس انت هتعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل حاجه، وما اظنش ان حد من القوى المدنيه هيقدر يعمل حاجه. طيب دلوقتي بقى حابب قبل ما اجاوب على السؤال، طبعا مع حضراتكم دلوقتي الوقت الحديده معاكم، تقدروا تقولوا لي رايكم في موضوع المشاركة أو المقاطعة، أيهما أفضل أيهما تفضل، والناس اللي هتشارك هتشارك وتدي صوتها لمين؟ يعني برضو حابين نسمع وجهات النظر، لأن يعني الموضوع برضو مش حكر على الواحد، القناة دي مش بتاعت الواحد زي ما قلنا، القناة دي بتاعت حضراتكم كلكم، فتقدروا تقولوا كل واحد يقدر يقول رأيه، ونحاول قدر الإمكان طبعا نقول ده كنوع من أنواع النقاش يعني، فتقدروا تتفضلوا. أنا هجاوب هنا بس على الزميل اللي سألني ما بيقول لي طب إحنا في 2018 قطعنا إيه اللي حصل؟ طيب ايه اللي حصل في 2018؟ كانت اعتقد كانت فضيحه كبيره للسيسي ونظام السيسي، ومعروف ان السيسي هو جايب الراجل ده علشان خاطر يخش، قبلها كان جايب حمدين علشان يخش ضده كالعاده ككومبارس. فانت طول الوقت هو عارف ان هو حاكم بامره، انت بتاكد قدام الناس او قدام العالم او حتى قدام الشعب ان مفيش حد بيخش قدام السيسي الا حد هو عايزه. ما حدش بيخش قدام السيسي لانه هو مش عايز حد ينافسه. الاشخاص القويه اللي كانت بالفعل ممكن تشكل تهديد للسيسي يا اما بيحبسها يا اما بيلفق لها قواضي. فده زي ما قلت لك انت ما رحتش، بان ان ما حدش راح، ما كانش فيه اقبال، عمل يوم ثالث رغم ان ما حدش راح في اليومين اللي فاتوا، ومع ذلك اتفضح. فانت دلوقتي وانت قاعد وانا بتكلم معاك بقول لك ان دي كانت فضيحه، فانا بقول لك وانا واثق ان دي كانت فضيحه لانها كانت فضيحه قدام الناس. انما لما اجي دلوقتي انا يروح لاعداد كبيره وتروح لك لا والله اصل كان في ناس كتيره وصعب ان الانتخابات تتزور، اصل مش عارفه ايه وكلام. طيب
بص بقى، تنطوي لا يصلح لمصر في هذه الفترة. أنا مش هتكلم عن أشخاص زي ما قلت، أنا بتكلم بصفة عامة عن فكرة أنا ما بتكلمش عن مرشحين عشان بس الناس ما يفكروش، حضراتكم ما تفكروش إن أنا بشخصن الأمور. أنا مش هنا مش بشكك في حد، لا في طنطاوي ولا في غير طنطاوي ولا، يعني هنا بنتكلم في فكرة الفكرة نفسها، مقاطعة أو مشاركة.